أيوة، من موقعي هذا اللي هو راسي على المخدة وظهري مفرود. تمام، بقول لك يا أهلا وسهلا، تشرفنا، تفضل في الصالون عشان إنه ما في أحد شايفك، صحيح؟ يس. ينقطع عمل ابن آدم، فاهم كيف؟ إلا من ثلاث: صدقة جارية، عمل ينتفع به أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. تمام، عندك بدل ولد 2، انت خلفت جبت عدد 2 من الأطفال، صحيح؟ تمام. علم ينتفع به، وريني كده، شاور لي على العلم اللي انت يعني فاهم كيف. وصدقة جارية، فين صدقتك الجارية؟ وفين علمك، العلم اللي سبته ينتفع به؟ ها، وفين عيالك اللي انت خلفتهم؟ شايف كيف؟ روح هناك، لا تجي هنا، والله هنا ما في ولا شيء من دول، لأنه أنا ماني من عيالك، هذه الكتلة يعني أنت ما خلفتها، أنت كنتوا مجاورين بس. تمام، وماني صدقتك الجارية، لو عندك صدقة جارية يعني، وأنت ما عملتني، أنت ما أنت علم، ما علمتني خالص، انا ما تعلمت منك، فاهم كيف؟ you are not welcome here، يعني امسك الدرب، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وانت ماشي، ها، اقعد ردد الكلام ده، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو ده حق الجيرة، صحيح؟ كنا لقمة مع بعض، اسمع، عيش وملح، خلاص. ايوه، امسكها بقى بما انك جيت مشهد ما هو حقك.